مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم معنا. واليوم كنتواجدوا بمنزل عائلة فين كيسكن الشاب عبد الكريم 19 سنة. السلام عبد الكريم. السلام عليكم. رجاوي بعدا ياك؟ رجاوي. عبد الكريم من ذوي الاحتياجات الخاصة. عبد الكريم شاب اللي قال أنه كيحس براسو ما عندوش الحقوق، كيحس براسو محروم من بزاف ديال الامتيازات. أبسطها أنه الوقت اللي وصل السن القانوني ديال الدراسة داتو الأم ديالو يقرأ، وحتى مدرسة ما قبلاتوش. ملي كيمشي يتعالج خصو كيشد النوبة مع الناس اللي شوية، يعني هو من ذوي الاحتياجات الخاصة كيتمنى أن يكون واحد الصف خاص بهم او النوبه خاصه بهم، وعاد الناس شويه اللي الحمد لله راه كامله الصحيحه ديالهم. عبد الكريم كيقول لك حتى طرقت باب الجمعيات ما كانش استجابه، يعني ما خلى شحال من باب الام ديالو. بطبيعه الحال الام ديالو هي دارت هذا الشيء. عبد الكريم كيتمنى انه في يوم من الايام يلقى راسو عنده الحقوق، لان يعني كيقول لك شحال قد والديا ما يهزوني، الله يطول عمرهم، ولكن انا الا مشاو عليا والديا راه ما كاينش اللي يهز بيا. نعطيو الكلمه لعبد الكريم هو الاول. قبل ما ندخلوا في هذا عبد الكريم، شك هاز الدرابو ديال الرجاء، الكمامه رجاويه، انت رجاوي؟ رجاوي. عزيز عليك الرجاء؟ رجاوي، عزيز عليك. كتفرج في كاع الماتشات؟ كاع الماتشات. كتمشي معاهم للتيران؟ نمشي. شحال مرة مشيتي للتيران؟ أربعة المرات. وشكون اللي زوينة تفرج في الدار ولا في التيران؟ في التيران. ياك في التيران؟ تفرج في الدار ما زويناش. فراجة في الدار ما زويناش. وشكون اللي كيديك للتيران؟ عثمان. شكون؟ عثمان خوك اللي كاين دابا لبرا. شكون لعابة العزيزين عليك؟ متولي. متولي وشكون اخر؟ وحفيدي. الحفيدي وشكون اخر؟ عدلي تلبس السبعه تا هو. اللاعب كيحمل رقم السبعه. انا ما عرفتوش. يلا تجبر لينا سميتنا ونذكروه. عرفتي؟ لا. عبد الكريم الله يجيب لك الشفاء. انت مريض، ومشاهدنا عبد الكريم علاش مغطي بالبطانية؟ لان مريض في الجنب ديالو، باقي الحبوبة ما براتش ليه، فبالتالي ما يمكنش يلبس الملابس ديالو، وفي هذا البرد راه مغطي. عبد الكريم شنو اللي بغيتي وشنو اللي كتحس به ناقصك؟ ناقصني حقوق ما عندي. ياك فحالاش؟ بحالاش بغيتي تقرا؟ بغيت فان. وشنو اخر؟ و المدرسه اللي هي عتبه الحق. نعم المدرسه اللي هي عتبه الحق. المدرسه اللي ياخذ فيها الحق. الله ياخذ فيها الحق. ما قبلوكش تقرا؟ ما قبلونيش. بقى فيك الحال؟ عافية. ودابا ما قريتيش؟ لا ليه. واخا. ومني كتمشي للسبيطار كتشد النوبه ولا كيسبقوك ولا كيسبقوني؟ ايوا الحمد لله. واش الناس اللي كيعطيوك النوبه ولا شكون كيسبقوك؟ الناس. الناس كتبقى فيهم كيسبقوك؟ آه. نعم. قلتي لي بغيت بزاف الحوايج قبيله، شنو اللي بغيتي؟ اولا الدبرتما ان شاء الله. قلتي لي سفليه ياك؟ سفليه. ها علاش بغيتي سفليه؟ حيت نبقى تلحابت في الدوس نبقى نعتب الوالدة بزاف. أيه وليدي. يعني بغيتي سفلية فين لحقاش ماماك هي اللي كتهزك. وشنو اخر؟ وبقيت مش يشوفني سيدة ان شاء الله بإذن الله تعالى. ياك أمنيتك؟ أمنيتي. ياك تبارك الله عليك. شنو بغيتي تضيف مازال؟ شنو بغيتي تضيف؟ عيدنا ضيف هاد النداء. نعم. يشوفنا سيدنا ويحن عليا ويحتلني بفاطمة ان شاء الله بإذن الله تعالى. تعطي لماماك تدوي
واخا السلام عليكم. الله يشافي عبد الكريم. عبد الكريم هو قبل ملي ما خدمناش الكاميرا كان كيدوي قال لك الحقوق، بغيت الحقوق ديالي، ما كنلقاش دابا تلفات له الهضره، واخا انت الام ديالو. نتمنوا النداء ديالو يوصل. انت الام ديالو، شني قلتي لي كتفيقي مع 5 الصباح باش ديه للطبيب السبيطار؟ تفضلي. ملي كيكون عندو الرانديفو كنت 5 خاصني تلقاني خارجه مع الطوبيسات مع المركوب، مع باش نكون تما باش نمشي للنمره 25 ولا 26 في السبيطار. كتمشي السبيطار ميريزمو ولا 28 هادو بحال بحال. شافوه الناس وحنوا فيه، راه كندوز ما دارش من حسابو، كنبقى شاده النوبه تيدوز في نوبته. يعني ما كتشوفيش يعني الناس مداوي الاحتياجات الخاصه كيديروا ليهم شي صف بوحدهم؟ كاينين ما مهتميش بيهم، نكذب عليك كاينين، ماشي غير انا، كاينين بزاف بزاف الامهات عندهم، بزاف الامهات وولدينا هو زعما دير فيهم، ما كنتش شتي الحالات الاخرين راه كتبكي، ما كيدوهاش فيهم، ما كيهتموش فيهم، نكذب عليك. والطب من الحكيم الله يجازيهم بخير كيديروا خدمتهم، ولكن ما غاديش توصلي ديك الشيء اللي كيديروهم. بزاف الحوايج الطب كيعطوك وقت، كيهتموا بيك، كيسبقوك، كيخلوا الناس كيخرجوا عندك قسما بالله، لان البوله ملي خرجوا شافوه هو الاول دخلوا، ولكن الاخرين ما مهتمينش بيك. ياك ايوا. واخا طرقتي باب الجمعيات بزاف. تفضلي. بزاف مشيت للجمعيات، مشيت بغلف 4 كاع الجمعيات اللي كدير بغلف اللي كيهتموا بهذا، اللي كيهتموا بهذا. مشيت للجمعيه ديال دار بوعزه، كتهتم مع دوك اللي ما عندهمش قالت لك والديهم الاباء ديالهم، هذا الجمعيه ديال اللي فاسقه في السبيطار ديال مولاي الحسن ابو الوافي، الجمعيه في الحي المحمدي، جمعيه في سباته، ما انا نسيت على سمياتهم، راه عندي لاكارطه ديالهم، الا بغيتي نجبدهم لك نجبدهم لك. ولكن كندق تنعيا كنعيا كنقعد، هذه اللي ديال عبد المؤمن دايره ليا لاكارطه ديال الطوبيس، ومشيت على كروسه وتفي الطلب وعاود مشيت وقال لي تغدر، قولي ديك الكروسه منين جبتها ما نقدرش نقول لك، حتى شافوا لي الناس مركبين كدير في ظهري ونجيبو، واحد السيد كدخل لي تمانيت حتى هو معرق، هو اللي قال لي مودي سبقوا هاد السيده هي الاولى، وليكوش وداكشي كنمشي ما عمرني خديت منها حتى حاجه، كيقول لك جي وراه كاين ليكوش كاين الحوايج كاين هذا، انا ما كنمشيش نكذب عليك، كنمشي ما كيدير والو، سير غدا تجي ترجع صافي برك صافي دير لك كارت وصافي. واخا اكيد عبد الكريم خصو بزاف ديال الاحتياجات، بزاف هادشي طويل، ماشي زعما شهر ولا شهرين ولا، يعني انا عاد داكشي اللي كنمشي مع بواحد السبيطار، يعني غفلت عليه. شوفي شرا لي النبوله حيت كنت قابله بزاف، حيت هاد النبوله انا مازال يلاه هذيك الساعه دخلته للسبيطار بغيت نفتح ليه، قال لي راه عنده تعرض بزاف للصحه ديالو، خاصك تهتمي بيه، خاصك يعني وقت كلشي عطيتو ليه، والحمد لله حتى الجوج ديالي ما عمرو قال لي علاش غاديه ولا ديري لي الترويد وفين غاديه وعلاش مشيتي وعلى ما كاين، ما نكذب عليك مقدرني بزاف، يجي ما يلقانيش يضرب لي التليفون، انا مع عبد الكريم مالو ياك لاباس، هو من جيب وانا من صحه، ولكن الحمد لله نشكرو الاب ديالو ملي كان خدام راه كنت نضحيه معاه، ما كنطلبو حد، ما كان الحمد لله ملي قعد با من الخدمه عاد بديت كنجري وبديت كنشوف الناس وبديت كن نعم ماشي زعما احنا اللي كنتكلموا عليه ياك. يعني ملي رب العالمين جلس من الخدمه، واش حسيتي ان عبد الكريم يعني الوضعيه الصحيه ديالو ما عندهمش حقوق؟ ما كاينش يا بنتي الحقوق، ما نكذب عليك كذا بحال الله حرام. واحد السيد الله يجازيه بخير، الله يعطيه صحيحته، هادشي اللي كنتمنى ليه، هو اللي طلع هنايا وشافه في هذه الحاله، ونكذب عليك هو اللي جابيه الطبيب داواه 3 شهور هو كيداوي فيه، يعني كان في واحد الحاله ما نكذبش عليك كانت قاسي العظم. الله هذا بدا مع داك السيد مسكين، وشافني واحد الفرملية داك السيد مسكين جاتو التغطيه برا خرج، شافني واحد السيده بقات كداوي. المهم راه قولي من 2016 وهذوك يلاه تسدوا لي هذيك الحبوبات، باقا فيه وحده وانا باقي كنعاني معاه الان. ياك وخدا حقه من حتى مدروس قرا، ما خداش حقه حتى من حاجه نكذب عليك، يعني بغى يقرا بغى يدخل القران بغى يجامع داك القران، ما بغاش يشد
والله العظيم الا ديتو قال لي انت شوفي انا كنخرج الدراري كيضربوا ترى لي شي مشكله ما نقدرش نشدو لك. والمدرسه صافي المدرسه حتى هي ديتو ليها واحد السيده كتقرا القران كنطلعوا حتى الفوق عند الدراري كيقرا معاهم ملي كيمرض لي صافي كنشدو ما كنديش ملي كيولي لاباس كنديه واخا تفضلي. ومن وصلتي القانوني يعني وصل السنين ديال مشيتي حاولتي تدخليه في مدرسه يقرا؟ مشيت المدرسه مشيت لهذه العماله هي فاش عطاني الرئيس برا قال لي غتدي الحي المحمدي ديال المعاقين هذاك صيفطني ديريكت الحي المحمدي. نعم. مشيت ماشي هذيك الساعه بقاو كيدوزو فيا مده شهر حيت تما كنت نتبع عليهم على واحد دوك ديال الصباط كنت تبعت معاهم تما واحد العام ملي صوبوهم لي وداكشي عاوتاني تقهرت بالفلوس خلصي هادي خلصي هادي ديري هادي وعييت وبعد ملي لحقني الوقت ديال الجمعيه مشيت لقيت المدير قال لي الا بغيتي ندخلوك دابا مع المعاقين حنا الدري عنده شويه النوم خاصو يتزاد خاصو يدخل هذا المدرسه عاديه عطاني ورقه المدير وديتها لهذاك اللي في العماله رديتها ليه قلت ليها هو عطاني ورقه هذاك الاخر طبع لي من الورقه من الفوق البرا اللي عاطيني قال لي هذا خاصو يقرا في مدرسه عاديه اللي عطاوها لك بلاصه المعاقين خاصو يمشي لمدرسه عاديه. جيت هنا عند المديره قالت لي ما نقبلوش لك الدري يطيح ترى شي حاجه الا بغيتي حقك سيري للمحكمه وانا ما عنديش باش نمشي للمحكمه نبقى نطلب منهم. يعني تحرمت من حق الدري؟ اه من حق المدرسه تحرم من وماشي عند هذه المدرسه مشيت عاودتي من دار ما ديرش اخرى سولت قلت لهم ودي واش الدري عنده الحق يقرا في هذه المدارس ولا لا قال لي الدري لا معاق ما عندناش كنديروا ليه عندك الروسه الدراري كيخرجوا الاستراحه وشكون غادي يجرو هو هذا قال لي معرض للخطر بزاف الا طرات لي شي حاجه غتسمحي لينا كي الا طرات لي شي حاجه نديرو في ظهري ونمشي هو معاق ما غاداش نقول لكم نتوما اللي جات منكم ولا غير قريو اه والو تقول وشديتو كتشوفيه ما دوم الحقوق ديالو بطبيعه الحال راه كيطيح فيا النص انه هو يكون عندهم الحقوق عامل اللي كيمرضوا ودير ليهم احتياجات الخاصيه ديالهم راه كنقول راه مهتمين بيهم هما ما مهتمينش بيهم كاع ما عارفينش شنو كاينين كاع يعني ما باش يقولوا نشدوا هاد الدري ونشدوا ليه بيدو ونعاونوه زعما وباش نشوفوا شنو كاين ما كاينش انت كذب عليك مكرفسين مكرفسين ومكرفسين بزاف يعني غير نتوما الوالدين اللي صافي الوالدين ما خصهمش انا ديما غاديه ديما جايه سبيطارات نكذب عليك كنقول يخ منه ولكن اللي مرض ليا ما يمكنش نخليه. نعم. عاد الادويه يعني كون دخلني غير 20000 ريال في الشهر الحمد لله ما نهزش الهم حيت انا دابا تا الدواء ملي كيتقاد عليا ما كنشريش ليه يعني على فقر الدم كتحيانا كل شهرين كل ثلاث شهور ديك النهار فاش ضربت مشيت تلتمي عندهم قلت لهم هانتوما عطيتكم لا كارت تحيانا 14 ريال تكمل كارطي تخلص الدري وتجي ديري التجميل هذيك المسكينه اللي كتهزي قالت لي علاش حيت عرفت باه مريض قالت لي علاش كنت دير هذيك 14 ما عنديش تخلص ولدي قالت لي سيري تسناي بقيت كنتسنى جا واحد السيد ما عطاش ضربت ليه التليفون ولا الله اعلم جا عندو شد ليه في راسو بحال ما هكا قال لي صافي التحليله ما يخلصهاش ولكن كنبكي وهي تقول لي انت مالكي علاش مالكي واش راجلك ولا لاباس قلت لها بنتي لا راه باقي كيعاني عند الطبيب وهاكين وهاكين هي مسكينه اللي قالت لي علاش ما اتصلتيش وهاكين وهاكين وهما ضربوا لي التليفون والله كثر خيرهم جاو يجرو حتى هما داروا حسابي وجاو عندي الحمد لله. شنو هو النداء ديالك اليوم؟ النداء ديالي بنتي هادشي طويل وخلاه هو هاد النداء بيتو يلحق محمد السادس في اقرب وقت ويعطي الناس الحقوق ديالهم واخا عاطيهم ليهم ما واصليناش واخا عاطيهم ليهم ما واصليناش إنا كنسمعو شنو جا كنسمعو في التلفازة كنسمعو هادشي كلشي ما واصلنا حتى حاجة الله يجازيه بخير والله ينصرو الله يعطيه صحيحتو أنا بغيتو الشعب ديالو يعني مهتم بيه ولكن بنيتي راه داكشي ما واصل حتى لواحد يكذب عليك كذاب. نعم ماشي زعما عطي الميكرو لسي عبد الكريم. عبد الكريم شوية شي لاباس بغيتي تضيف شي كلمه قبل ما نختمو؟ ايه شنو بغيتي تقول؟ كنتمنى بابا لي شافي بغيتي بابا كي تشافى ان شاء الله. شنو اخر؟ وبغيت ماما اللي عطات حقها
وبغيتي ماماك اللي يعاونها ان شاء الله. شنو اخر؟ واشي تنتمن بغيتي لوالديك الصحيحة والعافية إن شاء الله بإذن الله تعالى. مشاهدينا رقم المساعدة 0656-92-26-98 0656-92-26-98 0687-34-40-15 0687-34-40-15 هذا هو الرقم ديال الأسرة المساعدة. وكنتمنى لعبد الكريم اللي هاز لينا الدرابو ديال الراجعة. تبارك الله عليك راجع وياك دابا عزيز عليك الراجع كتبغي ديما تربح ياك. اذا نتمنوا لعبد الكريم الشفاء ان شاء الله ونتمنوا النداء يوصل القلوب الرحمه ويتصلوا بعبد الكريم ويتعاونوا معاه لانه محتاج بزاف ديال الحويجات. وهو راه داير يعني عنده مشكل حتى في البوله ديالو راه ديال الخنيشه هانتوما كتشوفوها في الارض. نتمنوا ليه الشفاء يا رب. الرقم 0656-92-26-98 0687-34-10-15 هذا هو الرقم ديال العائلة المساعدة. دمتم في أمان الله. إلى اللقاء.